ايضا على الهاتف، على الهاتف المهندس ايمن الشريعي رئيس نادي انبي. مساء الخير يا فندم. محمد بيه، ازيك يا حبيبي، اخبارك ايه؟ انت سبت الناس ورحت فين؟ سبت الناس رحت فين يعني ايه؟ انا قلت يا جالك ميعاد، جالك تليفون، حصل حاجه، قلقنا لا لا، ما عليك. جالي، لا خالص والله، ما جاليش ميعاد ولا حاجه. انت قلنا عارف انا حصل راجل، حاجه، حد كلمك قال لك الحق في حاجه بتاع، اصلك مشيت لا سبت ال... انت سبت عارف ال... انا ما حدش بيكلمني وانا عندي ميعاد مع حد، فازاي يعني بنعرف نعمل مواعيد لينا يعني؟ امال يا فندم سبت الاجتماع ليه؟ قالوا لي لا مشي، خالص. قالوا لي ايمن نعم، بيه الشريعي مشي متضايق. متضايق؟ لا 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 خالص، لا مش متضايق طبعا ولا حاجه، بس يعني او ما كانش دايما، عاجبك اللي بيحصل او كنت لا لا معترض؟ خالص خالص خالص، انا بس دايما بحب احط كل حاجه في مكانها، فلما بلاقي المكان اتغير فالاقي ان في لخبطه. يعني انا استقبلت دعوه، مش عارف اكيد حضرتك شفتها، الدعوه اللي هي كانت متقدمه من رابطه الانديه، مش عارف اكيد جات لك اعلاميا يعني، ان احنا هنجتمع النهارده. طبعا اتشرفت بال 18 او ال 17 رئيس نادي، طبعا ناس محترمين واعضاء مجلس اصل اداره حتى الصوره الرابطه. التذكاريه اللي اخدوها كل رؤساء الانديه مع مجلس الرابطه مع الاتحاد مع الناس، لقيت حضرتك مش موجود. لا ما انا كنت، لا انا مشيت اصلا، ليه؟ لا ما انا مشيت، انا ما حضرتش الاجتماع اصلا. الاجتماع الرئيسي ما حضرتوش، بس حضرت لا اللي هو لا الاجتماع اللي هو التنسيقي في الاول. يعني الاجتماع التنسيقي ده بيتحط اللي هي اللي بيسموها في الاجتماعات، او اللي احنا بنسميها اجنده الاجتماع. في حاجه اسمها اجنده الاجتماع اللي هي مربوطه بدعوه الاجتماع. هاخدك في حته ثانيه بقى، يعني في اجنده، في دعوه مربوطه باجنده، صح كده؟ تمام. طب الدعوه اللي انا جات لي مكتوب فيها وذلك لعرض ومناقشه جميع المقترحات المقدمه لشكل الدوري العام، دوري الرئيس. واجنده الاجتماع حضرتك تقصد بقى جدول الاعمال يعني؟ تمام. فاحنا يعني انا جات لي دعوه عشان اناقش جميع يعني المقترحات، لو عندك مقترح حضرتك بتقدمه، لو نادي تاني عنده مقترح، لو الرابطه ليها مقترح، لو جميع المقترحات. ده محمد بيه علشان الناس ما تتوهش معانا، اللي هو لا اما الدوري بشكله المنتظم، لا اما الدوري الاستثنائي، او لا مقترح، اما اي مقترح اي بتشوفه مقترح مناسب يعني. يستحق المناقشه يعني. لقيت ان الاجنده هنناقش الدوري الاستثنائي فقط باي ظروف بقى، مش مهم الظروف هتحصل فيها ايه. ده الكلام ده اول ما دخلت وقعدت لقيت الامور ماشيه في السكه دي. ايوه يعني تمام. لا دوري الاستثنائي، يعني موضوع الدوري العام العادي ده، لا ده موضوع خلاص مش هيمشي. يبقى اجنده الاجتماع مش مظبوطه وفقا لدعوه الاجتماع. تمام. فانا جاي اناقش اشوف مميزات الدوري اللي هو بشكله الطبيعي المنتظم، ونقارنه بالاستثنائي، والخسائر هنا والسلبيات هنا والايجابيات هنا. لا احنا هنشوف الاستثنائي بقى ده هنعمله ازاي. تمام. فيبقى كده دي بيبقى الدعوه ملهاش دعوه بالاجنده. تمام. حضرتك انت كنت معترض اصلا انه في جدول اعمال لكن لم يناقش، انت بتناقش حاجه تانية. انا بالنهايه خلاص، لا حددنا هنناقش ايه. فكان المفترض كالعاده يعني، ان كان المفترض ان رابطه الانديه لما يبعتوا الدعوه هيقولوا هنناقش مقترحاتكم فيما يخص الدوري الاستثنائي. طيب انت رايح مركز صح كده؟ شغلك صح كده؟ رايح مركز مش ومذاكر لا، انا الفكره. بسالك، انا بسالك انت، مش صح؟ ما انا بتكلم ما صح دام ولا؟ جدول اعمال كده، اي اجتماع طالما ليه جدول اعمال. الدعوه موجهه لمناقشه المقترحات. تمام. فلقيت لا، ده المقترح ده هنشوفه بقى 10 و8 9 و9 او ايا كانت قصص ايه يعني. يبقى انا كده جاي في موضوع تاني. تمام. طبعا هل حضرتك كنت مجهز يعني مقترح؟ كنت بصراحة مجهز مقترح لأجندة كاملة، بس طبعا لما ما لقيت تناقش. خلاص، لا انا ما عرفتوش خلاص بقى. ما هو هذا يعني المقترح كان للدوري بشكله الطبيعي بشكل الطبيعي، كنت عامل أجندة كده لطيفة، حاجة ظريفة وكان يعني، يبدأ امتى ويخلص امتى؟ يبتدي 1/11 ويخلص 10/7. لقيت لا، ده جدول لازم هنعمل الاستثناء، فلازم هنعمل الاستثنائي. فقررت تمشي؟ يعني متشكرين، شكرا، خلاص مفيش موضوع، خلاص يعني معاهم يعني. ده صوت، انا صوت على فكره. انا فاهم، بس حضرتك في الاخر نادي من الانديه اللي بتلعب في الدوري الممتاز، طبعا لا لا لا، ووجودك ما انا بلعب في ونقاشك الدوري. مفيد. لا ما هو مناقشه، ما هو انا مش انا 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 يعني في الشغل
طب ليه، طب ليه ما قعدتش تتناقش حتى لو جدول اعمال مش هو اللي حضرتك مذاكره وجاي يعني؟ لا لا، انا مذاكر كل حاجه، بس انا الفكره نفسها ان فكره ان الدوري باتصاله العادي مش هيتناقش، وانت بعت لي دعوه كرابطه انديه ان احنا هنناقش كل المقترحات، يبقى ده غير ده يعني، الكلام ده غير ده. بس كل الانديه 17 التانيين التزموا وقعدوا وتناقشوا لا وتوافقوا ووصلوا لل اللي حضرتك بتتكلم على الاجتماع. والله ما اعرف ايه اللي حصل في الاجتماع. ياه، ما جالكش كده يعني رغبه انك تعرف شكل الدوري الجديد اللي هيشارك فيه ام بي نظامه؟ ما سالتش؟ لا، هو حضرتك هو 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 ثانيه، هو حضرتك يعني مثلا يعني مش عاجبك مش هتلعب؟ لا ما قلتش كده. هتلعب يعني خلاص. هتلعب خلاص. طب حلو، هتلعب بقى، احنا خلاص هنلعب. انت في الفكره نفسها انت شايفها معترض عليها، بس انت هتلعب وفقا للتصويت او وفقا للتوافقات. تمام، هتحترم التصويت، هتحترم القرار الاغلبيه. ده احترافيه. تمام، الاحترافيه ده موضوع مفروض. بص يا محمد بيه، حتى في المكاتبات لازم يبقى في احترافيه. تمام، طب ليه يعني ما حاولتش؟ انا النهارده جايه لي دعوه من رابطه الانديه، كانت لازم تتوقع من احمد دياب رئيس رابطه الانديه، مع احترامي وتقديري جدا لمدير اداري الرابطه، راجل رائع. بس يعني عارف، انا بتكلم على كده يعني، عارف في حاجات معينه تخص الوضع والشكل والتنظيم. انا شايف ان دي حاجات مهمه. تمام، انا شايفها كده. تمام، ممكن تكون حضرتك ما بتهتمش بيها، مش مهم. لا، انا معاك، وانا بهتم بيها وكل حاجه، انا معاك 100%. بس ليه ما فيش حضرتك يبقى عندك ساعه صدر شويه، انه لما خلاص يعني هم قالك احنا، لقيت ان ده الاتجاه. لا يا محمد بيه، انا ما زعلتش، مش ساعه صدر. لا، ما انا حضرتك مشيت، تركت، انا معترض. لا، اعترضت على الـ على الـ على الطريقه دي او الشكل ده، انا معترض عليه. تمام، وعلى فكره بمنتهى الاحترام. انا فاهم ان حضرتك طبعا اكيد بمنتهى الاحترام دي، مش عايز. لا يعني قصدي يعني مش مثلا ايه ازاي مش هنمشي فاهم ده. طبعا. طب ليه ما قلتش اقعد برضو اسمع، ربما حاجه انت حضرتك تتكلم فيها، تتناقش فيها، تفيد الاجتماع، تفيد الشكل، تفيد الاجتماع وتفيد الشكل، خصوصا ان في شركه المانيا وقاعد جايه اللي تنظم. هو حضرتك اعتقد عملت كذا مداخله لكذا رئيس نادي. تمام، اللي كانت صح. تمام، فيهم رئيس نادي كان مؤيد فكره الدوري الاستثماري. لا، بس بيقولوا بعد ما قعدنا وتناقشنا واتكلمنا. طيب. ده اللي كان قصدي، بعد ما تناقش توافقنا. يعني هم حتى كان لهم اراء مختلفه اتغيرت. يعني الرابطه كان ليها انه يلعبوا 10 و8 خلوها 9 و9، ان كان يهبط 3 خلوه يهبط 2. هو 10 و8 دي اصلا يعني اللي كان فكر في 10 و8 ده برضه كنت محتاج انا اقعد معاه اشوف الظروف المحيطه اللي خلته يفكر في 10 و8. ما اتغيرت بقى 9 و9. ليه بقى 10 و8؟ كنت انا كشخص ايمن التشريعي كنت محتاج اعرف، لان 10 و8 ده معناه ان ان مجموعه 10 فرق هتلعب 26 ماتش، و8 فرق هتلعب 24 ماتش. تمام، انا ما شفتش بصراحه يعني، معلش انا اسف، ما شفتش دوري فرق يعني مجموعه فرق بتلعب عدد ومجموعه فرق ثانيه بتلعب عدد ثاني. طب ليه ما هو ده كلام محترم، ليه حضرتك ما عدتش بقى تقول هذه النقاشات؟ لا، اصل انا كنت متخيل تاني ان احنا ممكن يبقى موضوع الدوري بشكله العام نعرف نضغطه او نعرف نظبطه او نعرف نتناقش، نشوف سلبياته وايجابياته بالاجندات المقترحات اللي موجوده. بنقعد 6 ساعات على فكره، حضرتك قعدت قد ايه تقريبا؟ والله يا فندم لا يعني تقريبا قعدنا نص ساعه تقريبا. طب هم قعدوا 6 ساعات، يعني هم اتناقشوا في حاجات كتير. اكيد طبعا، اكيد طالما 6 ساعات يعني فكان ممكن حضرتك تتناقش. هو طبعا اكيد اتناقشوا في حاجات كتير. يعني انا النهارده بره الهوا كانت في ناس لحظه ان حضرتك غبت مشيت، وفي ناس بدون ما اذكر على الهوا يعني لامت عليك انك مشيت من رؤساء الانديه. يعني رغم هم بيحترموا وجهات نظرك، ان انت وجودك ممكن يبقى مفيد. يعني ليه مشيت؟ يعني ربما بتدل انت برضو في الاخر، انا موجود وانت موجود وده موجود ده موجود، ده بينور حته وده يقول لا دي لا دي كذا. ربما يعني في الاخر هو هدف الاجتماع الوصول لافضل شكل ممكن للدوري الاستثنائي، حتى لو الاتجاه فقط للدوري الاستثنائي.
بص انا ما اعرفش طبعا، يعني انا ما اعرفش مين لمني بصراحه، بس يعني يعني انا لام غيابك، هو مش لام شخصك طبعا، اقصد لا طبعا لم غياب، ان وجودك كان ممكن يبقى يعني مفيد لا يعني انا زي الناس كلها اللي موجود. انا اديت في الاجتماع التحضيري اعتراضي التام بشكل واضح قدام ال 18 رئيس نادي، كل الناس. اول واحد يتحدث ايمن الشريعي قال كلام واضح، لا ده كده الموضوع هيبقى فيه نوع من انواع الظلم وعدم تكافؤ الفرص، وفيها حاجة تانية مهمة كنوع من أنواع الاستثمار يا محمد بيه. القصة بتاعة الدورين اللي هم 9 و9 10 و8 المجموعة، أنا هتكلم عن النادي بتاعي أنا، أو الفكرة بتاعتي أنا، أو الأيدنتيتي بتاعت نادي إم بي. أنا لو بعد ما نشتغل في الدوري ربنا يكرمنا يعني، والدور الأول خلص وأنا كنت ترتيبي في الدوري الثامن، الثامن انا قلت كده في الاجتماع، الترتيب الثامن، انا مش هيبقى لي اي اهداف، لان انا اهدافي اصلا ان انا بقاء في الدوري وبطور. اللي ترتيبه الثامن في الطريقه دي مش هيبقى لي اي طموح. البقاء في الدوري هو قاعد في الدوري خلاص، هيلعب 9 ماتشات او 8 ماتشات او 10 ماتشات بلا هدف. ما هم قالوا بقى ان هنعمل حوافز، يعني هم حبوا القصه دي برضه يحلوها، تبقى في حوافز، يعني اللي ياخد ممكن يبقى في حوافز ماليه للخامس والسادس، ممكن يبقى في حوافز انه يخش مباشره دور ال 16 في كاس مصر، حوافز ماليه مثلا، او يلعب في كاس مصر مباشره من دور ال 16، او يعني بيفكروا يبقى في حوافز في القصه دي. والله ده تفكير طبعا كويس جدا. كان انا فاكر اعتقد زميلي العزيز ممدوح عيد قال كده الحوافز، بس خلي بالك الحوافز دي مش هتدينا نفس سخونه ودوافع في الدوري ال 34 ان انت قاعد بتنزل وتطلع وتحارب طب هل ايمن الشريعي بينشق عن الاتجاه العام للانديه؟ يعني ايمن الشريعي بينشق ليه؟ انتوا عايزين تنشقوا ده ماشي، انشق ليه بقى؟ انا شكيت في ايه بقى؟ انا ما شكيت، انا عارف يا محمد، لا حضرتك الوحيد اللي لفت النظر، ان حضرتك الوحيد اللي مش معترض، لكن تركت كمان الاجتماع. والله ولا لفت النظر ولا حاجه خالص والله. لا والله يا محمد برضه غيابك ملفت، لفت بقى هقول لفتك على حاجه، عشان خاطري لما تيجي تتعامل معايا ان انا راجل بشوف شويه تفاصيل. حضرتك بعت لي جواب وقلت لي هنناقش كل المقترحات، مش انا اللي بعت لك الجواب، انت اللي بعته لي. تمام. فلما حضرتك تبعت لي جواب فانت رتبت دماغك وشغلك على هذا كل المقترحات. حضرتك وحضرتك بتقول لي كده، انا اشتغلت اسبوع، انا ده نظام، اشتغلت اسبوع وفقا للمخبه اللي حضرتك بعتها لي. مش احمد دياب صديقك؟ صديقي طبعا، وبينكم تليفونات واتصالات. هو احمد دياب اصلا مش احمد دياب اللي عمل الدعوه. امال مين؟ مش هو رئيس الرابطه؟ كان المدير اداري. حضرتك ما خدتش بالك من الجواب؟ المدير الاداري موقع على الدعوه، لكن رئيس الرابطه موقع الدعوه. طبعا، لكن رئيس يعني احمد دياب كان موجود طبعا. لا هو رئيس الرابطه، يعني هو كلف المدير انه يبعت الدعوات، مش يعني مش معناه انه مش عارف اللي في الدعوه. لا اكيد عارف اللي في الدعوه طبعا، ما هي الدعوه مكتوبه ايه حضرتك، اكيد حضرتك شفتها. ايه بقى؟ تمام. جميع المقترحات. انا كرئيس نادي لما يجي لي اجتماع لجميع المقترحات انا بعمل ايه؟ بخش مكتبي بطلع اوراق وابحث المقترح. تمام. ده وذاكر، انا بعمل كده. تمام. فحضرتك بسبب الجواب ده انا ذاكرت 5 ايام بطريقه معينه نتيجه المنهج اللي انت اديتهولي، ولقيت منهج تاني وانت جاي تتهمني في موضوع تاني. طب حضرتك يعني واخد الموضوع عادي ولا هتواصل الاعتراض على ال لا هتواصل الاعتراض على ايه؟ خلي بالك ده مش خلاف. تمام. بين ايمن يعني الخلافات دايما لو خلاف يعني انديفيديوال، يعني واحد قصاد واحد، مش لا ده منظومه، مش حد بيختلف مع منظومه.